احنا في مصر بنحب المكسرات جدا، واحد من المكسرات محبوب جدا جدا هو فول سوداني. انا مثلا بحبه متحمس ومملح، لكن كمان بحب جدا زبدة فول سوداني. تعرفوا ممكن تتعمل منها حاجات كتيرة جدا. ابسط شيء، اولاد في المدرسة ممكن يتاخدوا السندوتشات بالفول سوداني، بالزبدة فول سوداني، وكمان بشوية مربى. انا اكتر حاجة بحب مربى الفراولة على السندوتش. برضو في حاجة كمان ممكن نستخدم الفول سوداني، الزبدة فول سوداني، في البسكوت. البسكوت النهاردة هنعمله منفوش وجميل جدا جدا، ومن جوه هتبقى طري جدا. عشان نبتدي هناخد معانا الاول 1 كوب من الزبدة، درجة حرارة الغرفة، هننزله في البولة العجين. هناخد 1 كوب من زبدة فول سوداني. بعد كده هنزود 1¾ كوب من سكر أبيض، وكمان هناخد 1/4 كوب من عسل أسود. هنزود شوية فانيليا، وهنبتدي نعجن لغاية القوام تبقى كريمي قوي قوي. ده هياخد مننا تقريبا 3-4 دقايق. بعد ما نوصل لقوام كريمي في الزبدة والزبدة فول سوداني وسكر، هنزود بيضة واحدة بس، وهنكمل في العجن عشان ننتشر البيضة بتاعنا. لما نضرب الحليب بتاعنا بالبيض هتشوفوا لونه هيتغير، هيبقى الحليب بتاعتكم هيفتح جامد، وكمان هياخد هوا كتير، وده هتدي طاقة للبسكوت عشان ينفش معاكم. عندي هنا 3¼ كوبايات من دي الابيض، هنزود عليهم 3 معالق من البيكنج باودر، وهنزود كمان ملح. هننهل الدقيق على المكونات. لما ننخل الدقيق هنبتدي نعجن العجينة الكوكيز. عايزاكم توقفوا العجان اول ما العجينة تلم معاكم، عشان الكوكيز يفضلوا معاكم طريين وحلوين. لو احنا بنعجن العجينة كتير الكوكيز بعد كده بينشفوا معانا. فكده عندي العجينة بتاعتي جاهزة، وهنبتدي نشكلها عن شكل سوسيس طويل. ده هيساعدني بعد كده كتير لما هاجي هقطع الكوكيز، عشان الكوكيز يطلعوا كله مقاس واحد احسن تكون انا يا استخدم معيار يا استخدم ميزان، او ممكن انا استخدم التكنيك ده او الطريقة دي عشان اقسم الكوكيز كلهم نفس المقاس. اغلف العجينه بتاعتي بالكلينج فيلم. تمام، العجينه طريه شويه، فانا اشيل العجينه بتاعتي في التلاجة لمده تقريبا نص ساعه عشان تجمد شويه، وبعد كده هعرف اشتغل. او لو عايزين ممكن ندخلها في الفريزر لمده 5 أو 10 دقايق. بعد ما العجينة ترتاح في التلاجة او في الفريزر، هتكون الزبدة اللي فيها هتشد معانا شوية، واحنا هنعرف نتحكم فيها احسن. هنشيل الكلينج فيلم، ودلوقتي هنبتدي نقسم العجينة. الاول هنقسمها نصين، بعد كده كل النص نص تاني. دلوقتي انا العجينة بتاعتي اكورها، تمام، واحطها على صينية مفروشة بالورقة الزبدة. انا مش ابطط العجينة خالص، مش محتاجة، لكن هسيب مسافات بين البسكوت عشان هو بيفرش في الفرن. تقريبا هنسيب مثلا 3-4 سنتي. بعد ما نخلص تكوير البسكوت بتاعنا هناخد شوكة وهنبتدي نزين الكوكيز. الاول هندوس بالشوكة على ناحية واحدة، بالتالي احنا بنبطط البسكوت شوية. فممكن احنا نسوي البسكوت زي ما هو شكله جميل، لكن عشان ناخد شكل التقليدي من بينات باتر كوكيز او بسكوت من زبدة فول سوداني، احنا هنعمل كمان تكة بالشوكة.
هندخل بسكوت في الفرن متسخن درجة 190 لمدة من 10 ل 12 دقيقة. لو عايزين بسكوت يطلع مقرمش من برة وبتكون تاري من جوة، لكن لو انتوا بتحبوا البسكوت كل سوا واحدة هنوطي الفرن لدرجة حرارة 180 وهنحلي في الفرن فترة أطول، مثلا من 12 ل 15 دقيقة لغاية لونه يطلع جميل وذهبي. ما تنسوش تعملوا شير ولايك للوصفة وتابعونا على الموقع وصفة.com ويوتيوب والإنستغرام، وشيروا الوصفة دي على الفيسبوك. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.